امتحان 2018 مفتش تربية وطنية. التمرين الأول: احسب التكامل التالي: تكامل x كوسينيس x أس 4 دي x. التكامل فكرته ماذا؟ ما هي الفكرة التي سأستخدمها؟ أستخدم نظريات، هناك ثوابت ستكون هنا في العمل، نستخدم النظريات ثم نبرهن لاحقا. النظرية هذه كوسينوس إكس أس 2، الشكل الخطي لها، العبارة الخطية. من هذه نأتي إلى كوسينوس إكس أس 4، الشكل الخطي لها، لأنني سأستخدمها هنا. عندما أستخدم هذه ستظهر كوسينوس 4 إكس، أضرب في إكس تخرج تكاملات من الشكل x كوسينيس ax. اذا x كوسينيس ax قبلها x كوسينيس x قبلها كوسينيس x. كوسينيس x هو هذا تكامل x كوسينيس x بالمكاملة بالتجزئة، سنبرهن هذا، ثم x كوسينيس ax سنبرهن هذا. اذا x كوسينس x أس 4 هو ال x مضروب في هذا الشكل الخطي، إذا هو 1/8 في هذا الكلام. الآن سأكامل، أنا سأكامل، معناتها تكامل إي 1 إي 2 إي 3. إي 1 هذا أحصره x كوسينس 4 x، أطبق القانون هذا x كوسينس 4 x، ثم سأحصل على x كوسينس 2 x، أحضره x كوسينس 2 x. الخلاصة التكامل المقدم لي اللي هو e ماذا يساوي؟ يساوي 1/8 e 1 هذا، زائد 1/2 e 2 هذا، زائد تكامل 3/8 x dx. تبسيط حسابات، سأجد أن التكامل المقدم يساوي 3/16 x مربع، زائد 1/4 x سينس 2 x، زائد 1/32 x سينس 4 x، زائد عدد في كوسينس 2 x، زائد عدد في كوسينس 4 x، زائد ثابت. الملف هذا سأتركه أسفل الفيديو. بالنسبة للبرهان، نبرهن النظريات: الواحد يساوي هذا وهذا، كوسينس 2 إكس يساوي هذا، بالجمع والقسم على اثنين أحصل على العبارة الخطية لكوسينس إكس الكل مربع، منه أستنتج الكوسينس إكس أس 4 الشكل الخطي لها. بالنسبة للدول المثلثية التكاملات، هذه لا داعي لبرهانها، مشتق السينيس هو الكوسينيس، لا داعي لبرهانها. و x كوسينيس x بالتجزئة هي x سينيس x زائد كوسينيس x. بالنسبة ل ax، هنا الفكرة تغيير متغير: ax 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 ax، ثم نخرج ال a من هنا ونخرج ال a من الاشتقاق هنا، تكون a مربع، تبقى هكذا. معناتها تكامل x كوسينس ax هو هذا الكلام على a مربع. انتهى التمرين.